قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة، حيث كان في استقبال جلالته الأدميرال كيفن دونغان قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الأمريكي الخامس، وسعادة السيد ويليام روبيك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث أديت لجلالته التحية البحرية العسكرية وعزف السلام الملكي ترحيبا بوصول جلالته، ثم قدم لجلالته شرح حول المهام التي يقوم بها الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وقد أعرب جلالته رعاه الله عن شكره لقائد قوات البحرية الأمريكية وسعادة السفير الأمريكي على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا جلالته بالتعاون التاريخي الاستراتيجي الذي يجمع البلدين الصديقين منذ عقود طويلة ويتطور باستمرار كشركاء في ضمان أمن الخليج وأداء العديد من الواجبات والمهام المشتركة من أجل أمن المنطقة وما وراءها والعمل معا لمكافحة الإرهاب وحماية طرق الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدا جلالته نجاح هذا التعاون الذي أصبح أكثر أهمية في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، معربا جلالته عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة، واهتمام مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بتطوير هذه العلاقات المتميزة، شاكرا لجلالته قائد الأسطول الخامس وجميع منتسبيه، متمنيا للجميع استمرار التوفيق والنجاح.